السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هشرح لكم النهاردة إن شاء الله البرنامج رقم 5. البرنامج رقم 5 كان عايز إيه؟ كان عايز نحسب مجموع أكتر درجتين في من 3 درجات، اللي هي درجات التاسك الأول والكويز والتاسك التاني، فحاجة زي كده مثلا array 1 array 2 array 3. array 1 بيمثل التاسك رقم 1، درجات الطلاب فيه، والأري 2 بيمثل درجات الكويز، والأري 3 بيمثل درجات التاسك التاني. فزي كده، ده مثلا طالب جاب في التاسك الأول 1، وفي الكويز جاب 2، وفي التاسك التاني جاب 3. ده طالب تاني، ده طالب تاني جاب في التاسك والكويز وهكذا. فمثلا عندنا مش عارف 3 6 9 10 طلاب مثلا، ممكن يكون في الامتحان مثلا 12 طالب، 100 طالب بقى، على حسب هو هيديك قد ايه. تمام، كل طالب ليه 3 درجات، وانا عايز اجيب احسن 2 واجمعهم واخزنهم في الاريه 4 مثلا. تمام، بعدين نفكر ازاي حاجه زي كده نعملها بالاسمبلي او باي لغه برمجه عموما. فلازم نبدا نعمل حاجه زي كده. انا بقول ايه، انا بقول ان الاول قيمه دي هدخلها عندي مثلا في الاي ال، تاني قيمه ادخلها في البي ال، تالت قيمه في الدي ال، وابدا اقارن ما بينهم لغايه لما اوصل لايه، لاعلى قيمتين اللي حجمهم مع بعض واحطهم في الاريه 4. فبعمل حاجه زي كده، بقارن الاي ال بالبي ال الاول، هل الاي ال اكبر من او اكبر من او تساوي البي ال. لو اتحقق الشرط ده بروح انفذ شرط تاني، اللي هو هل البي ال بقى اكبر من الدي ال ولا لا. وانا لما حققت الشرط ده، هل الاي ال اكبر من البي ال، خلاص انا عرفت ان الاي ال كبير فبخزنها معايا. بعد كده بقى بشوف البي ال مع الدي ال، قدامي حالة من الاتنين، لو البي ال اكبر ساعتها هيبقى الاي ال والبي ال هم اكبر اتنين. طب لو البي ال مش اكبر من الدي ال، يعني الدي ال هي اللي اكبر من البي ال، ساعتها ان الاي ال والدي ال هم اكبر اتنين. طيب لو من الاول خالص ال A ال ما كانتش اكبر من ال B ال، يبقى ال B ال هي اللي معايا، خليها في جنب وقارن ايه ال A ال مع ال D ال، هشوف مين الاكبر. لو طلعت ال A ال هي الاكبر ساعتها اخد ال A ال مع ال B ال، لو طلعت ال D ال هي الاكبر ساعتها اخد ال D ال مع ال B ال، اجمعهم واخزنهم في الاريه 4. هنكتب الحاجه دي ككود. اول حاجه بنحط ال S I بصفر. ال S I ده بيمثل لنا ايه، رقم العنصر اللي احنا واقفين عليه، العنصر 0، العنصر 1 2 3 زي ما بتشوف كده. فهو في البداية خالص هيبقى بصفر، اللوب الجاي يبقى بواحد عشان نبدأ ناخد الطالب التاني، بعد كده يبقى 2 عشان ناخد درجات الطالب التالت وهكذا. بنبدأ نعرف الليبل اللي هو هننفذه على الطلاب كلهم، بموف كل قيمة بتاعت الأري، قيمة الأري 1 مع الـ SI، يبقى أنا هاخد أول عنصر وأحطها في الـ AL، وهكذا واخد تاني عنصر، اول عنصر في الاري رقم 2 احطها في البي ال، واحط اول عنصر في الاري رقم 3 في الدي ال. تمام، بعد كده هعمل عملية اول مقارنة. بعد كده هعمل اول مقارنة عندي اللي هي الاي ال مع البي ال، اللي هي ده اول واحدة خالص. بشوف بعمل كومبير ما بين الاي ال والبي ال، واشوف جامب ابوف اور ايكوال، ده امر هل ال A ال اكبر من او تساوي ال B ال ولا لا، هل ال A ال اكبر من او تساوي ال B ال ولا لا. فقدامي حلين، يا هيتنفس فهيروح لللوب اللي اسمها ليفت واحد، يا مش هيتنفس فهيكمل الاوامر دي. طيب خلينا نقول ان هو اتنفس، فلما يتنفس هيروح للليبل، المفروض يبقى ماشي كده. تمام، فالمفروض يجي يشوف مين بقى، يشوف ال B ال مع ال D ال، هقارن ال B ال مع ال D ال. طيب لو اتنفذ، لو الجامب ابوف اور ايكوال، لقيت ان البي ال فعلا اكبر من الدي ال، ساعتها هروح لليفت 2، يبقى انا كده ايه، مشيت كده. يبقى انا معايا مين اللي هجمعهم، الاي ال والبي ال، انا هروح فين، ليفت 2 عشان الشرط اتحقق. فلما اروح ليفت 2 هجمع الاي ال مع البي ال، واخزن القيمه في مين، في الاي ال، اد اي ال بي ال دي بتنفذ AL بتساوي AL at BL.
القيمة هتتخزن في الـ AL ناتج الجمع، فأقوم نقله في الـ Array for. تمام. طيب لو الشرط ده ما تحققش، يبقى انا هروح للناحية اليمين اللي هاخد فيها الـ AL مع الـ DL، هكون انا واقف هنا اهو، فالشرط ده مش هيتحقق. ساعتها هجمع الـ AL مع الـ DL، والقيمة هتتخزن في الـ AL، فانقل قيمة الـ AL في الـ Array for، وبجمب الليبل التانية اسمها next عشان ما نفذت أوامر الليبل ده. طيب لو من الأول خالص الـ AL ما طلعتش أكبر من الـ BL، لما أنا كنت واقف هنا أهو وجيت أختبر الشرط ده ما اتحققش، يبقى أنا هروح ناحية الجزء اليمين ده، يبقى أنا محتاج أقارن الـ AL مع الـ DL أشوف مين فيهم الأكبر. تمام. فبقارن الـ AL مع الـ DL، بشوف جنب أبوف أور إيكوال، هل الـ AL أكبر من أو تساوي الـ DL؟ اتحقق، يبقى أنا هروح في الجزئية دي، ساعتها هاخد مين الـ AL مع الـ BL، فبجمب لليبل تانية اسمها ليفت تو. ادي ليفت تو، هي نفس الليبل، نفس الليبل القديمة اللي هي بتجمع الـ AL مع الـ BL. تمام. هتجمع الـ AL مع الـ BL، والقيمة هتتخزن في الـ AL، فهنقلها في الـ Array 4. طيب لو الشرط ده ما تحققش، يبقى احنا هنروح للناحية اليمين اللي هناخد فيها الـ DL مع الـ BL، ساعتها بنجمع الـ DL مع الـ BL، والقيمة بتطلع عندي في الـ DL، فايه بنقلها في الـ Array 4، وبجمب الـ Next اللي هي ليبل تحت خالص اهي عشان ما نفذتش أوامر الليبلز. طيب Next دي بتعمل ايه؟ Next دي بتزود الـ SI 1 عشان أبدأ أخد العناصر اللي جاية، يعني أول مرة كانت بصفر، أنا باخد أول 3 عناصر دول، تاني مرة تبقى بواحد فاخد العناصر دي. تمام. المرة بعدها تبقى اتنين، وهكذا لحد ما توصل لكام؟ لعشرة. أول ما توصل لعشرة، لما أجي أعمل كومبير سي أي مع عشرة، هيقول لي جامب نوت إيكوال زيرو، يعني هل السي أي لسه ما بتساويش عشرة؟ هيبدأ يعمل ليبل. أول ما الإس أي تساوي عشرة، ساعتها مش هيجامب الستارت، وإيه والبرنامج يخلص على كده. طيب الستارت دي فين؟ اللي هي في بداية الكود هنا خالص، في الأول خالص في الكود، اللي هي بقى ايه الـ SI المرة الجاية تبقى بواحد، فيقعد ينقل القيمة في الـ AL والـ BL والـ DL، ويرجع يكرر نفس العمليات اللي كنا بنعملها لحد ما الـ Array 4 بقى في الآخر خالص هيبقى فيه مجموع الماكسيموم الدرجتين بتاع كل طالب. طيب أنا نسيت في الأول أقول لكم الـ Array بنعرفه إزاي. Array فاضي مثلا، Array 4 نوعه دي بايت، بيتكون مثلا من 11 أو في حالتنا هناك 10. تمام. الداتا فيه بتتخزن up و initialized بصفر. تمام. ده تعريف الـ Array. طيب في الامتحان ممكن يغير حاجة في البرنامج، مثلا يقول لك مثلا إن الداتا دي مش بايت، الداتا دي وورد، ساعتها دي كل دول هيبقوا دي دبليو. تمام. حاجة تانية هتتغير اللي هي ايه، الـ SI بصفر صفر. تمام. ده عادي خالص في الأول. لما بنيجي نعمل increment SI لازم نعملها مرتين، increment SI مرتين، أو نكتب add SI باتنين، بنزود كل مرة الـ SI 2 عشان احنا بنتعامل مع وورد. واللي هيتغير معانا بقى ايه، كل دول هيبقى بدل BL و AL والحاجات دي هتبقى كلهم الـ version 16 بت اللي هم فيهم X. تمام. هنبدأ نغير فيهم كلهم، بس بقية البرنامج المفروض يفضل زي الكومبير الـ SI بدل ما كنا بنقارنها ب10 هتبقى الضعف، تبقى ب20، لأن كل مرة بنزودها 2 هنبقى نقارنها ب20. بس بقية الحاجات نفس بعض، تغيير بس الحاجات البسيطة ده لو قال وورد يعني. تمام. ده شرح برنامج رقم 5. ضروري جدا ان الواحد يبقى فاهم ازاي هيكتب كود البرنامج، لان اصلا ما ينفعش كود زي ده يتحفظ، لازم يبقى الواحد فاهم هو ازاي هيمشي في التسلسل ده. شكرا لكم.